كوكبنا. في هذا العدد نبدأ حديثنا عن أبرز جزر منطقة بولينيزيا. وفي أحدث أخبار الساعة، علماء المناخ يتوقعون أن يكون العام 2024 أكثر سخونة من سابقه. على موقع مكتبة جامعة مينيسوتا الأمريكية نقرأ أنه في بداية القرن 21 لم يكن لدى بولينيزيا سوى 4 مجموعات جزر مستقلة، هي كيريباتي وساموا وتونغا وتوفالو. بقية الجزر والأرخبيلات في بولينيزيا تطالب بها دول أخرى أو تخضع لسيطرتها أو اختصاصها، وهذه الدول بشكل رئيسي هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا. في عدد اليوم نتحدث عن أرخبيل هاواي الذي يضم حوالي 137 جزيرة وجزيرة مرجانية، عدد قليل منها معروف عبر العالم. جزر أرخبيل هاواي هي نتاج النشاط البركاني من مصدر الصهارة تحت سطح البحر الذي يسمى النقطة الساخنة، والتي تظل ثابتة بينما تستمر الصفائح التكتونية فوقها في التحرك، ما يخلق براكين جديدة. جبل كيلاويا هو بركان نشط في هاواي، أكبر جزيرة في سلسلة هاواي، ويعتبره الجيولوجيون أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم. كما تضم جزيرة هاواي أيضاً بركان مونالوا النشط وبركانين خاملين هما موناكيا وهوالالاي. موناكيا هو أعلى جبل في هاواي، ويعد أطول من جبل إيفرست إذا قيس من قاعدته في قاع المحيط. تتمتع هاواي مثل معظم جزر المحيط الهادئ بمناخ استوائي، لكن العثور على الثلوج ممكن على قمم أعلى جبالها خلال أشهر الشتاء. تعد أيضاً جزيرة كوآي واحدة من أكثر الأماكن رطوبة على وجه الأرض، ويعد تأثير ظل المطر رين شادو الناتج عن جبل واي آلي آلي السبب في ارتفاع مستوى هطول الأمطار. في فقرة أحدث أخبار الساعة نتوقف مع تقرير لصحيفة واشنطن بوست ينقل توقع علماء المناخ أن يكون العام 2024 أكثر سخونة مقارنة مع 2023، أو ما اصطلح عليه عام الدفء العالمي المفاجئ. التقرير أفاد بأن ارتفاع درجات حرارة الأرض الناجم عن ظاهرة النينيو من غير المرجح أن يشهد تراجعاً أو انخفاضاً، مشيراً إلى أن كوكبنا اقترب أكثر من أي وقت مضى من تلك العتبة المخيفة في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى توقع حدوث ظواهر مناخية متطرفة جديدة. غير أن صحيفة الواشنطن بوست وفي تقريرها تؤكد أنه من الصعب التنبؤ بدقة بمثل هذه الاتجاهات المناخية، مذكرة أنه في بداية عام 2023 توقع العلماء أن العام سينتهي كواحد من أحر الأعوام المسجلة على كوكب الأرض، ورغم ذلك لم يتوقعوا أن يشكل هذا العدد الكبير من السوابق الجديدة وبشكل قياسي. واشنطن بوست نقلت عن مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي قوله إننا في الواقع نقف حالياً في منطقة مجهولة ولا نعرف في الواقع ماذا سيحدث بعد ذلك.